هنناقش معاكم دلوقتي اول خبر هو مناقشه حاره جدا. حد سال نفسه ليه كده في ايام الاجازات بتزيد دايما يا هبه المشاكل ما بين الراجل ومراته والزوجين والكلام اللطيف ده، مع ان المفروض ان ايام الاجازات دي ايام الراحه، يعني احنا في اجازه بقى فهنرتاح ونريلاكس بقى ويعني الموضوع يبقى لطيف، ولكن الحقيقه الموضوع بيتحول لخناقات وتوتر بين الاثنين. يعني عارفه يونس شلبي في المزرعه كده هو بالظبط. عارفه عارفه، بس طبعا كل قاعده ليها شواذها، ولكن يعني عشان احنا عايزين نقول ايه السبب السايكولوجي ورا الموضوع ده. المهم يعني موقع سايكولوجي توداي جاوب على النقطه دي وقال ان التوتر بيكون تراكمي على مدار الاسبوع، وبتظهر بقى المشاكل دي كلها يوم الاجازه لان وقتها الطرفين بيكونوا خلاص في وش بعض بقى، فكل النقط الخلافيه بتظهر في اليوم ده، وكلمه من هنا على كلمه، ودي قالت لي دي كلمه وده قال لي ده كلمه. عارفه انت القصص دي، فممكن بقى تحصل مشكله كبيره وتلاقيهم هما الاثنين بدل ما يخرجوا بقى ديت لطيف عايزه وردي يا ابراهيم كده مفيش كواليتي تايم، يعني في خناق تايم. فايه المشكله ورا ده؟ انت قولي لنا بقى. بصي انا السبب من وجهه نظري ان يوم الاجازه الست او الزوجه بتكون برضو عايزه ترتاح، ما هي ست برضو يعني وبني ادم، يعني at the end of the day هي بني ادم محتاج برضو ان هي تاخد اجازه وترتاح، لكن هي طبعا ما بتعرفش لانها بتضغط اكتر بسبب طلبات افراد اسرتها وبالذات الزوج. يعني دي برضو زي ما سلمى قالت لكل قاعده شواذ، بيكون طلباته كتير وهو قاعد بقى بيتفرج على حاجه. انت عايزه تقولي ان كل قاعده شواذ في ازواج ملهاش طلبات كتير؟ بالعكس ملهاش طلبات كتير، ولو عايز كوبايه شاي ممكن يدخل يعمل لنفسه عادي. أوكي. لو هي نايمة ممكن في راجل ممكن يدخل يعمل لنفسه الأوملات ويعمل لنفسه الفطار وياكل. أوكي. يعني في ناس بتعمل كده يعني كتير، فعشان كده بقول مش كله، يعني عشان برضو ايه ما يكونش في رجالة بتتفرج علينا يحسوا ان احنا بنظلم. لكن ممكن يبقى ضغط الطلبات الكتير من على الزوجة بتكون هي بقى على اخرها خلاص، وهي زي ما بقولك في الاخر هي انسانة محتاجة برضو ان هي تاخد اجازة، فلما بيتم الضغط عليها الست ممكن تنفجر غضبا غصب عنها. انا عايزه اقول برضو حاجه تانية، في ستات تانية تسيب بقى الدنيا كلها وتيجي يوم الاجازه تطلب طلباتها كلها، المطبخ اللي مش عايز يركبها كل الطلبات المؤجله، كنا عايزين نكلم مش عارفين عشان التكييف ما اعرفش جرى له ايه، ما هو برضو الراجل يوم اجازته عايز يرتاح، بس خليني اقول لك حاجه، عايز بقى يعني تقعدوا مع بعض بشكل لطيف، تعملوا مثلا بيت بره. هي ليه الحاجات دي متاجله؟ ما هو برضو لما انت في بيتك حاجه تبوظ والمفروض ان انت كراجل انا حاولت تقوم بالمهمه، حاولت النهارده اكون منصفه بس ايوه فعلا مش فاضي شغل، فهي غصب عنها برضو. خلينا برضو ناخد السايد بتاع الست ان هي غصب عنها لقيته فاضي بقى في الاجازه، طب يلا خلص لنا بقى الحاجات اللي مؤجله. بس والله حرام، ما هو حرام، هو على الاثنين حرام صدقيني. يعني احنا نزعل ان هو يقول لك انا عايز كوبايه شاي يوم الاجازه، وهو ما يزعلش انك تقولي له كلم الراجل بتاع التكييف وكلم الراجل بتاع ما اعرفش ايه وغير اللمبه اللي بقى لها 60 سنه ما اتغيرتش؟ هو الراجل برضه هيتضايق ويتعصب، عايز ياخد اجازه برضه. هي دي بقى بالظبط، طب هي تعمل كلمة من ايه؟ هنا وكلمه من هنا تعمل ايه؟ ما تيجي نسال نشوف نعمل ايه.